الشهيد مرتضى جبار الشيباني. ما بين معرفة وإدراك وشرف خدمة مرقد المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وقف وقفته بوجه كل من أراد بهذه البلاد ضرا، وراح يتخطى المعارك لينال من عدوه. هو ابن تلك العائلة التي عرفت بحبها وولائها لآل بيت النبي عليهم السلام. ولد في أقدس المدن وأمجدها بين طيات الشهادة والتضحية في كربلاء الحسين عام 1993، وبعد أن تخرج من مدارسها اتجه صوب مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام لينال شرف خدمته عام 2012. التحق بفرقة العباس عليه السلام القتالية بعد صدور فتوى الدفاع المقدسة، وشارك في حسم العديد من المعارك ضد زور داعش الإرهابي. توسم أول أوسمة المجد حين أصيب في منطقة الرحالية أثناء القيام بأحدى العمليات القتالية، وما زادته تلك الإصابة إلا عزماً وإرادة. بعدها انتقل إلى الجهد الهندسي في فرقة العباس القتالية، وكان يقول: أنا في هذا المكان أقرب إلى الشهادة. وما أن انطلقت عمليات تحرير الحويجة حتى راح ينازل عدوه في القطعات الأمامية غير مبال بشراسة المنازلة، وكانت عبارة إن الأعمال بالخواتيم، والأخرى التي صدم بها الجميع للنجف للنجف لا تفارق شفتيه، وكأن الشهادة كانت تبتسم له ملوحة له بأكاليل مجدها. استطاع رحمه الله في تلك المعركة تفكيك عدد من العبوات الناسفة لتأمين عبور القطعات العسكرية، وما كل عن ذلك الأمر إلى أن عرجت به إحدى العبوات الناسفة شهيداً إلى عليين عند رب كريم. رحم الله شهيدنا المغوار وهو يلتحق بالملكوت الأعلى فداءً للدين والأرض، وألهم ذويه الصبر والسلوان على فراقه، واحتسبه شهيداً شفيعاً لهم يوم الدين.